بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، على بركة الله وحوضه ينطلق شوط جديد من انطلاقات الخير. وشوطنا بنقول 17 هو شوط قبل الأخير، خصص للإبكار من القبائل. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين، للأخوة الحاضرين ما شاء الله في هذا الانطلاق، ما شاء الله السابع من أسبوعنا، السابع مع انطلاقات سن أصغر هنا على أرضية ميدان الطي. يا سلام. أذهب إلى المركز الأول وأذهب إلى مقدمة الشوط، ما شاء الله هناك اللي في المركز الأول بنقول حراسة لراشد بن المر بن سعيد بن حلوة ليكتبي. المركز الثاني الضبي لمحمد بن سعيد بإبراهيم. وفي المركز الثالث سعارة بن شاهين، هناك خليفة بن محمد بن شاهين الغفلي من يقدم، من بنقول مياسه. بينما اللي في المركز الرابع شعار يمع بن عبيد بن حميدان الفلاسي مع مزنة. وفي المركز الخامس شعار بن منانة، هناك صواب أحمد بن سعيد بن منانة اكتبي. وفي سادس المراكز اللي هي جليلة سيف بن خلفان بن سيف الأغويص. وفي المركز السابع اللي في المركز السابع بنقول هنا الضبي للسيد وشهرية لبخيت بن علي بن مطر مع علوان. وهناك اللي من الجانب الثاني ما شاء الله تقريبا شعار الشوين حاضر سعيد أو سلطان بن سعيد شوين اشتبي مع معالي. هكذا حضورنا الكريم. وصلت هنا هلا عبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. وها هو النداء تقريبا، بنقول النداء الأول للعشرة المراكز اللي يتنافسن. وما شاء الله ما شاء الله يا معالي ولا من، نعم صواب أحمد بن سعيد بن منانة الكتبي من يقدم صواب على المركز الأول. الصائبة الأولى الضبي محمد بن سعيد بن محمد بن أحمد إبراهيم على ثاني المراكز. وفي المركز الثالث بنقول هناك معالي سعيد أو سلطان بن سعيد شوين الكتبي. وصلت الشاهينية لبخيت بن علي مطر بن علوان. وفي المركز الخامس ما شاء الله من الجانب الثاني هلا لعبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري. وأيضا الرزي مع الجزيرة علي بن حميد الرزي الشمسي، يلا يراعي الجزيرة، يلا يراعي الجزيرة هراونا العروض وناظر الجماهير بعروض الجزيرة. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف الجميل للمراكز، ذعناها والجزيرة وصواب ثنتين في موقع واحد. يا سلام يا أبو أحمد، يا سلام يا أبو أحمد، مزهر تبون السلام على ما ظن، السلام تبون له المزهر على ما ظن. أوه الله، بنقول السلام وين، السلام وين يا مزهر؟ هنا الجزيرة جزيرة الطي، جزيرة مزهر حاملة هنا مع هذا الشعار الجميل. شكرا يا ثاني، شكرا يا المضمر الصغير هنا على هذا الأداء اللي تقدمه الجزيرة على أرضية هذا الميدان. واسعد الله صباحكم يا هالمزهر، اسعد الله صباحكم بالفل والنرجس يا هالي مزهر. وبقول جود مورنينج يا مزهر، جود مورنينج على هذا الأداء اللي تقدمه الجزيرة. سلام بو أحمد سلام علي بن أحمد الرزي الشامسي الداعم الرئيسي لهذا الشعار. شكرا للمؤمر صغير ثاني بن علي بن أحمد الرزي الشامسي على هذا الأداء الجميل والمميز. صباحكم ورد يا هالي مزهر على هذا الناموس الجميل والمميز. المركز الثاني بخيت بن علي بن مطر بن علوان مع الشاهينين. المركز الثالث لأحمد بن سعيد بن منان اكتبي. المركز الرابع لمحمد بن سعيد بن إبراهيم. وفي المركز الخامس هناك مع جليلة سيف بن خلفان لغويص السعودي. 4 دقائق بنقول و39 ثانية تهانينا والناموس.